فلك العلو الأعلى فوق كل عال، والجلال الأمجد فوق كل جلال. كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير. يعني مثلا في كتاب الجواب المنير، الآن مو معنى لما أقرأ في الجواب المنير يقول هذا علم أحمد إسماعيل، من اللي يقول هذا لأحمد إسماعيل؟ أحمد إسماعيل يقول أنه أنا العبد الحقير الخسيس الذليل، وهو يعتقد أنه إمام، قليل العمل كثير الزلل، أراني ذنبا عظيما. وبعدين يقول أمرني أبي وسيدي محمد بن الحسن المهدي عليه السلام أن أقول هذه الكلمات: أنا حجر في يمين علي بن أبي طالب، وبعدين قال أنا عصا، وقال أنا درع، وقبلها كان هو مثلا أشياء أخرى، لعل ما قال أحمد إسماعيل هذا. أيضا الآن كشف لكم الشيخ أنه في عزلة فكرية عن النظر في كلام آل محمد. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة: إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. دعاء أبي حمزة الثمالي: وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته. دعاء كميل: وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير. هو كما يقول يعني، إذا قالها السيد اليماني، السيد اليماني يعتبرها هذه مسبة، بل نحن نعتبرها أنك مفلس حتى من قراءة الأدعية كما يبدو يعني، لأن لو قرأت هذا الكلام ما يعني استشكلت. يقول زين العابدين عليه السلام في أحد الأدعية: سجد وجهي الذليل الحقير لوجهك العزيز الكريم، سجد وجهي اللئيم الذليل لوجهك الكريم الجليل. العلماء يصفون أنفسهم في تذييل يعني رسائل أو كتبهم، فيقولون الأحقر. الآن سوف أقول الأحقر بنفس كلام نفس العلماء، يعني لست أنا الذي أقول الأحقر. السيد عبد الله الموسوي الشبستري، الأحقر أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، الأحقر محمد حسين الغروي، الأحقر أبو القاسم الموسوي الفوري. هذا رسائل عند الشيخ غلط لأنه ما يدري.